السلام عليكم، واش راكم البنات؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير يا رب العالمين. حبوباتي توحشكم بزاف، واش راكم؟ واش صحتكم؟ اليوم عده اطباق راح نشاركها معكم، درناها ايام العيد الاضحى المبارك كيفنا كيف اي يعني دار جزائريه، تقاليدنا وعاداتنا ما ننسوهمش، حبيت نتقاسمها معاكم ان شاء الله. ربي هذا الفيديو يلقاكم وانتم بخير ومرتاحين. وش حوالكم؟ راني سامعه باللي الناس تاع اللي راهم يسجلوا في عدل ثلاثه راهم مغبونين. ربي يفرج عليكم وربي يفتح عليكم بهذيك السكينه، وان شاء الله يعجلها ربي عتبه مبروكه عليكم وعلى وليداتكم كامل وعلى كل حبيب وغالي ليكم. بالعقل برك وبربي ان شاء الله تطريق الامور هذه كامل. معنا قصه اليوم راح نحاول نحكيها لكم، قصه يعني كلها عبر وكلها موعظه. العنوان تاعها اتقي شر من احسنت اليه. القصه هذه يعني سمعت بها بكري وحبيت ان يعني نقولها لكم، ردوا بالكم واعرفوا مع من يعني ديروا هذاك الخير، لانه هذا الوقت للاسف الناس تعملوا فيهم الخير يردوها لكم شر، سبحان الله. ويعني وهذه حقيقه مره رانا عايشينها، يعني وصلوا حتى ذاك الانسان الطيب ويحولوا له هذيك النيه اللي كانت في قلبه يردوها له حاجه مش مليحه. احنا نقولوا كي نتوكلوا على ربي سبحانه في اي حاجه، ربي ان شاء الله ما يخيبناش البنات، ولا لا احنا نديروا الخير وننسوه كما يقولوا ناس بكري، دير الخير ونساه ودير الشر وتفكروا. ليسونسيال المهم ما نعملوش حاجه تاع الشر اللي تأذي الناس وربي يغضب علينا. هذه القصه طبعا قصه نتاع الزمن القديم جدا. اذا نخليكم مع الوصفات ومره على مره ندير مداخله تاعي في وصفه. طبعا اللي حاب يدير الوصفات يجربها، راهي يعني مجربه البنات. هذه الوصفه سرقتها من واحد القناه ليسونسييل. وش نقول لكم، وصفه هايله، نتمنى ان شاء الله تجربوها. وما تنسونيش بالاشتراك في القناه لو اول مره تزوروني، نقول لكم مرحبا بكم، شرفتوني نورتوني. ما تنسونيش بالبصمه على الفيديو، فضلا ليس امرا بارطاجونا الفيديو باش الناس كامل تستفاد، علاش لا، احبابكم وصحابكم. نبدو بسم الله وصلوا على رسول الله. كما شفتوا درنا كاس نتاع حليب يكون دافي، وراح ندير ثلاث كيسان نتاع ما دافي. الكاس هذا نتاع 360 مللتر البنات، او كاس كبير. انتم تحبوا تعبروا باي كاس عبروا عادي، يعني هذا يعني ماشي مشروط نديروا كيفي، انا درت كونتيتي كبيره حسب العائله تاعي وحساب انه عجوزتي جات نهار الاول فتره معنا ودبحت معنا، كلات ودات معها الحمد لله، قدرني ربي. ليسونسيال دعوا لي دعوة الخير، ربي شافينا وشافي المؤمنين ان شاء الله. كما شفتوا درنا السكر، درنا الحليب، درنا الماء، درنا الخميره، درنا الزراره، تحبوا ديروا تحبوا ما ديروش. كان الناس اللي ما يحبوش البنه تاع السينوج والزراره في الخبز، هذا راجع لكم. الزيت هذا الكونتيتي راح نديروه على مراحل البنات، شوفوا معايا مليح. انا درت كونتيتي كبيره، وانتم حابين تنقصوا ديروا لا مواتي تاع لي زانغريديون اللي درناهم. هاوليكم درنا 4 مغارف معمرين مليح نتاع الزيت، والباقي راح نديرو من بعد، دوك تشوفوا معايا في سياق الفيديو. راح تكون فيها خميره الحلوى، راح فيها ندير الملح. راكم شفتوا ما درتش الملح، الملح ما نديروش درك، الملح عفوا الربح راه نقولوا نديرو من بعد حتى تختمر معايا العجينه تاعي. وهنا راح ندير طبعا السميد، راح نزود السميد اكثر من الفرينه، ما نحبش انا الفرينه بزاف في الخبز تاعي، ولا حبيت ندير فرينه نديرها ديريكتومون فرينه وما نديرش خبز ميلونج، يعني ندير فرينه كي ندير الميلون ندير فرينه اكثر من الخبز، ما نكذبش عليكم. هنا شوفوا عندي السميد تاع القمح وعندي سميد عادي، المهم السميد يكون مليح يعاونكم في الخبز تاعكم، ما يجيش هذاك خبز مطلوق، لانه كاين نوعيه تاع سميد مليحه وكاين نوعيه سميد لا. انا هنا بعد ما غربلت السميد نتاعي ونقيته بها، والسميد تاع القمح ما نغربلوش لانه فيه نخاله، النخاله هذيك مليحه بزاف للذات تاعنا راكم تعرفوا، صحيه جدا. راني نحط في السميد نتاعي ونشوف العجينه تكون مطلوقه خلاص، وما راح نخليهاش في الجفنه هذه، باه يعني باش نحطها في بول واحد اخر باش تعاوني وما تغبنيش في الخمور تاعها، ما عنديش كيفاش نغطيها. اذا حنحطها في باسين، دوك تشوفوها معايا.
انا نخلط هاد المواد نتاعي كاملين، ولازم تكون محرحره البنات، ونخليها واحد ربع ساعه هكذاك. ولا كان المطبخ تاعكم سخون راهي في 10 دقائق تخمر. نروحوا القصه تاعنا، القصه تاعنا من الواقع يعني تاع زمان، هي قصة يعني ما شاء الله فيها معنى وفيها مغزى. نتمنى إن شاء الله تبعوها معايا وتعطوني رأيكم، نحب نسمع آراءكم، نحب نسمع تعليقاتكم على المواضيع اللي راني نحطها مطبية. تخلوا لي يعني وش رأيكم، حتى لو كان انتقادات بناءة مرحبا بها، فقط ما نحبش انتقاداتك يعني تاع الشتم ولا هذيك، راني ما نحبهاش. راكم تعرفوا الانسان مهما كان راه كبير وماهوش يعني رايح جيد يعني تمسخر ولا نخلي الخميره تاعنا، عفوا الخبيزه تاعنا، العجينه تاعنا تخمر ونرجع لها من بعد شويه. نروحوا للقصه تاعنا، القصه تاعنا وما فيها يا جماعه الخير. نصلوا وسلموا على رسول الله، عليك الصلاه والسلام يا حبيبي يا رسول الله. هذه عائله فقيره كانت عايشه في الغابه، راضيه بالقسم اللي بعثوا ربي. هذاك الراجل كان يحطب في الغابة ويدي الحطب هذاك يبيعه في المدينة. المرأة تاعو كانت متمنية ربي رزقها بصغير. الرجل هذاك كل يوم يدعي ربي، يا ربي رزقني بوليد يعاونني في هذه الدنيا ويحمل اسمي. جنها لربي حنان كريم ورحمته واسعة، رزقهم بصغير، كبر وليده على الطاعة وخوفان ربي، والنصايح اللي يعطيها له كانت عن تجربة لأنه هو كذلك مر بها. أكم تشوفوا العجينة هنا، راح نحطوا الملح كما تشوفوا معايا، تبعوا فقط وش راني ندير. ديروا البنات أي ملاحظة أي حاجة حبيتوا تستفسروا عليها خلوها لي في التعليق، داكار. نكملوا قصتنا. من بعد هذاك الطفل كبر مع الوقت، تكبر باباه ينعتلو ويعلمو كيف تكون الدنيا، كيف تعيشها، كيف تتمشى فيها، وش ما تديرش وش ما تعملش، وش تعمل مع من تصاحب مع من تمشي. يعني هذه الأمور اللي مدها الأب نصايح للوليد ولا الأم اللي تمدها لبنيتها كيما نعرفو وكيما العادة. كبر هذاك الطفيل مرض هذاك الأب مسكين، شد الفراش عام عامين حتى نجاتو الوفاة وتوفى. حضرت ساعته الله يرحمه، توفى وخلاه هو المسؤول على أميته. ولا الوليد هذاك كل مرة يروح للغالبة يحطب هذاك الحطب ويهود يبيعه في المدينة، هذاك هو رزقهم يعني الوحيد. وفي نهار وهو راجع للكوخ تاعو يسمع واحد الأنين جاي من الغابة. الأنين هذاك الحيوان ما عرفوش شكون هو، قعد يتبع 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 حتى نوصل لواحد اللفعة مشروحة من تحت الشجرة. اللفعة هذيك كما نقولوا الحنش، كان يسميها الحنش. المهم كانت تتألم مسكينة، قلت له على وجه ربي ما تقتلنيش، وساعدني وراح نكون أنا تاني نهار اللي تتلز يعني وتحتاجني راح نكون معك. استغرب هذاك الشاب يعني كيفاه حنش راح يجي نهار يعني نتحط في مأزق ولا تصرى لي يعني حادثة ولا راح يوقف معايا. المهم توكل على ربي وقال هذا حيوان لا حول ولا قوة ليه، خليني نهزو للبيت ونتهلا فيه. الوالد تاعو كان يذكره ديما يقولوا ولدي كون حذر، كون حذر في مساعدة الناس، مش كامل الناس اللي تستاهل صح هذيك المساعدة. وكأن الأب هذاك الوقت كان مجروح وتأذى بزاف من الناس، عاد عنده هذيك الطاقة السلبية، عاد عنده النية الناقصة في الناس، حتى الناس كامل ما يصلحوش. حق حاجة ولله، كاين الناس اللي تستاهل صح المساعدة وكاين اللي لا. حقيقة هز هذاك اللفعة الشاب هذاك وداها لبيتو عالجها تهلا فيها حتى نرتاحت. نهار اللي ارتاحت ووقفت يعني وولدت بصحة جيدة، نحت شعرة من شعراتها وقلت له هذه الشعرة خليها عندك، نهار اللي تكون في ضيقة ولا تتلز ولا تكون عندك أمر طارئ صرالك أحرق الشعرة هذه نكون عندك في دقيقتها. البنات الخبز هذا يحب بزاف يعني يخمر مرتين وثلاث مرات.
خمرناها المره الاولى زدنا له الفرينه، خمرناها المره الثانيه زدنا له الزيت، وراح نزيدو نخلوه يخمر للمره الثالثه. وهذا هو السر نتاع الخبز تاعنا هذا، باه يجينا خفيف ومنفوخ ويجي يذوب في الفم. ما فيش وعجين البنات، فقط نخبطو خبيط ندخلو الهواء ونخليه يخمر عادي. راكم شفتوا دخلت هذاك الزمغاف اللي بقاو لي نتاع الزيت، لميته لمان، وراح نزيد نخليه يخمر للمره الثالثه. صدقوني هذه الوصفه هايله هايله هايله، وخاصه اللي عندها عزوجتها هذيك العزوجه الواعره لي حاجه ما ترضيها، ديري الخبز هذا وتفكريني وقولي خالتي قالت لي. راني نعرف كاينين عزايز، وش نقول لكم، ديروا ما ديروا فيهم ما يذكروش الخير، نعرضت عليه. هذه الكنه راهي كيما بنتك ولا لا، وهي اسبق من بنتك. بنتكم كنت تكون بعيده عليك، هي تكون معاك، دير معاك الواجب كيما قال الاخر، دير الخير في بنات الناس يديره ربي في بناتك ولا لا. المهم راكم تشوفوا معايا بناتي كيفاش راني نخدم، ديروا كيما خلتكم وتوكلوا على ربي وما تخافوا، جربوا الوصفه على ضمانتي. نكملوا القصه تاعنا، راحت هذيك اللفعه وكمل هو حياته. في واحد النهار وهو راجع مسكين، شوفوا الابتلاءات ربي سبحانه كيفاه يبتلي عبده. اسمع صوت واحد السيد يعيط، وش نقول لكم، اجروا لي يا خاوتي راني تجرحت، اجروا لي شكون يعاونني منا. راح مسكين من اللهفه تاعو وحنان قلبه، راح يجري هذاك البلاصه اللي يسمع فيها هذاك الصوت، يلقى الرجل مجروح. يا ولدي ساعدني، يا ولدي منا، يا ولدي. قال له ايه معك، انا غير خاطرك دوك نهز خويا ونديك. في الدقيقه هذيك جات حضره باباه، عندك تفكر تذكر وياك. بعد بقى بينه وبين نفسه في الدقيقه هذيك يقول كيفاش كون بابا في الدقيقه هذه راح يخلي هذا الانسان هكاك مرمي ومجروح يعطيه قلبه، وما ظنيتش انا. بالك بابا هضرها في ذاك الوقت كان محرحر، كان تمس من عند واحد بكلمه جرحه انسان ولا كره يدير الخير خلاص. قال لا نديه نتوكل على ربي، وكاين ربي. هز هذاك الراجل اداه لدارو، عالجو، قعد عنده ايامات. بدا يوقف شويه هذاك السيد، قال له معليش زد نكمل حتى نرتاح ومن بعد نروح من عندك. قال له خويا راه بيتك وانا اللي ضيف عندك، شوفوا شوفوا الهضره وشوفوا الميزان، شوفوا الناس تاع بكري كيفاه الطيبه تاعها. هنا شوفوا الخبز تاعنا بعد ما اختمر الاختمار الله الله يبارك، وش نقول لكم، والريحه تهبل تفحفح تاع هذوك الزرارع. درنا شويه تاع السميد في لي بلاطو تاعنا، وراح نلفه في السميد ونحطه في البلا يعني نقرصه ونخليه يختمر عاد باش نطيبوا البنات. اوكي ها ونشمخ يدي بشويه زيت باه ما يلصقش معايا العجين، ونبدا بسم الله. ان بعد يعني بدا يرتاح هذاك السيد. طلقت إشاعة، يعني كلام مش إشاعة، كلام في المدينة باللي الملك حب يزوج بنته، حب يختار لها أمير، حب منا يكون راجل صالح منا. الأميرة هذيك خرجت للشرفة تاعها وتخمم في الفارس أحلام تاعها كيفها كيف بناتنا ليسونسيال، كيفاه يكون هذاك السيد اللي راح يتزوجني مليح مش مليح. وتحفوا الاميره اللبسه والتاج والجواهر ومنا ومنا، علاه ما يفوتش في الدقيقه هذيك غراب يقلع لها هذيك القلاده ويطير بها. شوف سبحان الله، يعني ربي سبحانه يعمل في امور باش يلاقي كيما نقولوا حنا سعيد بسعيده ولا لا. راح هذاك الغراب دا هذيك القلاده وطار بها في السماء، وتصادف يعني الصدف الغريبه والعجيبه انه هذيك القلاده تطيح وين؟ تطيح في الكوخ نتاع هذاك الشاب ما شاء الله. لكن في الدقيقه هذيك ما كانش الشاب تما، كان في الخدمه تاعو، كان في المدينه، كان يبيع في الحطب تاعو باه يسترزق ويدي الخبز لميمته اللي تسنى فيه في الكوخ. كي طاح هذيك القلاده طاحت، كان الراجل انتم قاعد في البيت في الكوخ يعني، والام تاعو كانت تطبخ برا، كانت تدير في الطيب في الخبز باه يفطروا به. شاف هو هذيك القلاده حكمها وطرقها، وما قالش الام نتاع الشاب باللي ولدك اي طاحت عندنا هنا قلاده تكون تاع الامير، خب عليهم السر. الأميرة القلادة هذيك غالية عليها بزاف نتاع باباها، دارها لها وهي صغيرة. رسلوا الكلام للناس يحوسوا وين طاحت القلادة وين وين وين. الحراس كانوا من بلاصة لبلاصة يتنقلوا، إبا وصلوا للكوخ، قالوا الناس أنا شفناها طاحت في هذاك الكوخ.
راحوا لهذاك الكوخ شافوا المراه وين ولدك ولا قالت لهم ولدي موش هنا. سقسوا هذاك الراجل قال لهم راني هنا انا في الدار. قال ما شفتوش خلاده؟ قالوا بلي الغراب جابها وصلها طاحت. قال له اي هنا نعم ايه، ولكن الولد ولد هاد المراه شدها وخبها عنده. هذا بعد مرور 3 ايام وهم يحوثوا يبحثوا بعد تفهموا ايبا قعدوا يستناو في هذاك الشاب حتى نرجع للبيت. كرجع للبيت لاموه قالوا له علاه القلاده كانت عندك وما جبتيهاش للملك؟ الملك دوك امرنا باش نحبسوك. قال لهم انا ما على بالي بهذه القلاده وما على بالي بهذه الحكايه، انا كنت نحطب ونهود الحطب تاعي للمدينه نخدم على روحي، حتى لو كان شفت هذه القلاده كنت اكيد راح نجيبها لكم. الداوه مسكين وخداو براي هذاك الشاب لي كان مريض وتهلا فيه السيد، يعني هذا يشوف المعنى تاع اتقي شر من احسنت اليه، باش يقول لهم الحقيقه كذب عليهم. ووصل هذاك مسكين الطفل الشاب باش يدخلوه للسجن، هزوه والداوة وراحين يحكموا عليه بالاعدام لانه تسمى سرقه عندهم حاجه كبيره وعظيمه. اما هذاك المجروح اللي دار فيه الخير الطفيل عاش مفخفخ عندها مفرحانين بيه وكلوا شربوا طلعوا فيه. اتفكر الشاب وهو في الحبس هذاك يلوم في نفسه انا وش عملت وش درت على هذا ظلموني انا ما درت والو. اتفكر الكلام تاع اللفعه هذيك شعل الشعره ونكون عندك في الحين. شوفوا الله يبارك الخبز تاعنا ختامر البنات هنا راح نحطه يطيب في الفرن وتشوفوه معايا صدقوني اون غوسيت ريوسيت. جربوا وردوا لي بالخبر. شوفوا البنات خبيزه خفيفه وش نقولكم يهبل يهبل يهبل. السر تاعو هو الاختمار المتعدد هذاك ثلاث خطرات وحنا نخمروا فيه سميد مكثريتو مش فارينه هشيش لكن بات وصبح يا البنات حطوه في الفم يدوب. نروحوا للحلوه تاعنا. حلوه هايله تقطع 42 حبه كما تشوفوا الحبه راهي كبيره البنات ماشي صغيره، كي تصغروا شويه راه يجيكم الكميه اكثر بثلاث حبات نتاع بيض بالكونفيتور نتاع المشمش ولا اي مربى تحبوه يشهي وبنين وفي نواط كوكو. الله الله على الحلوه هذه تاع قهوه تاع الشيه، يعني شوفوا جربوا وما تندموش. هنا البيض تاعنا لازم يكون اولا بحراره الغرفه ونكملوا لي زانغريدون مع بعض. دوك تشوفوا كامل المقادير وكل مره نفهمكم في ديتاب. نكملوا قصتنا. شعل هذاك الولد هذيك الشعره وجاتو هذيك اللفعه في الحين. تفضل يا الحزيز قول وش خصك يا الحبيب وراني هنا موجوده. قالها رم ظلموني راه حكى لها حكايته هاو كيفاه هاو كيفاه هاو كيفاه. قالت له شوف انا نعطيك واحد النصيحه وخذ برايي، هذا سكر غلاس البنات على البيض تاعنا راح نحطوا فيها لافاني راح نحطوا فيها نوات كوكو وراح نحطوا فيها ليكس خي تاع نوات كوكو مربى المشمش مغرف تاع ماكله راكم تشوف. قلت لكم وما يجيش حلوه غير ما تخافوش. ام بعد خذا برايها تصوروا انتم وش راح يديروا. قلت له في الوقت تكون الاميره راكده انا نطلع لها في السرير ونخنقها، وكي نخنقها راح يحوثوا اكيد على الطبه وعلى السحاره باش يقدروا يسلكوني منها، لكن انت نخليك الفرصه ليك انت تحط يدك عليا نوخر منها بصح بشرط تقول لهم ما يقتلونيش. قالها خاطيك الراي. عيط هو في الحبس يا حراس يا حراس عندي الحل عندي الحل. كي سمعوا الناس جابوا الطبه والامير الملك هذاك هابل على بنته قال بنتي صايره راح تضيع من يدي، المهم جيبوا لي حل وخلاص. سمعوا الحراس باللي هذاك الشاب يقول ما عندي الحل. شوفوا البنات كاس موش معمر تاع زيت كنت نحط فيه على مراحل اوكي. هذا الكاس تاع 250 مليلتر داكور. قلت لكم بقى يعيط حتى نجاو الدواء. الدواء الملك تفضل اعطينا اقتراحه. قال لهم شوفوا عندي ثلاث شروط، اولها كي ننقض الاميره هذيك اللفعه ما ديروا لها والو خلوها تروح. قال له الامير معليش. الشرط الثاني نحكي لكم قصتي ولازم تقبلوا كلامي لاني انا صادق انسان صادق ومعروف عليه حسن الاخلاق والطيبه وبابا رباني على حسن الاخلاق والطيبه. والثالثة انك تزوجني بنتك يا ولدي غير سلك بنتي وخاطيك الراي. هذا الملك قالها هيا قالهم بسم الله. قال بسم الله توكلت على الله
حتى يدو على اللفعة، اللفعة راح تحل سبيلها. فاقت هذيك الأميرة بشوية بشوية، رجعت لحالها. قال الملك درك اسمع قصتي وفهم معناها مليح. حكي له قصتها وكيفاه وكيفاه وكيفاه. الملك هذاك اندهش، قال يعني هذا الإنسان الخير اللي درتيه فيه كامل وداويتيه ونقذتيه من الموت وزاد قعد عندك أيامات يعمل فيك هذه العملة؟ سبحان الله. قال له على ذيك، قالوا ناس بكري اتقي شر من أحسنت إليه. قال له هذاك راح نحكم عليه الحكم اللي كنا راح نحكمه عليك انت، يقعد في الحزن حتى الحين الإعدام نتاعه. أما أنت راك قبلت قصتك وهذه بنتي راهي ليك، وزوجها بالملك، ما زوجها الملك بنته بهذاك الطيب الشاب الطيب، وعاشوا في هنا وسعادة، وجابوا وليدات وبنيات وكبرت والعائلة، وتشهرت الحكاية تاعو في هذه المدينة وسمعوا بها كامل المدن اللي طايرة بها. هذه قصة تاعنا تنهار اليوم، كلها عبر وحكمة وموعظة، إن شاء الله كامل نتعظوا بها. بس حاجة نقولها لكم البنات، شوفوا نعطيكم صحة الملاحظة على الحلوى تاعنا هذا، أو 60 غرام انت عنشاء، المفروض نديرو نص كاس ولا كاس غير ربع تاع عنشاء، لكن الله غالب إن شاء ما كانش عندي درت فقط 60 غرام. الوصفة تاعي راي ناجحة وجات حلوة تشهي وجات مشمخة من الداخل، صدقوني جربوا وما تخافوش. انا درت دي غوتوش تاعي، مش نفس الوصفة اللي شفتها، لكن انا اضفت ونقصت يعني امور هكذا. الفارينة تقريبا درت زوز كيسان، هذاك اللي عبرت به السكر غلاس، زوز كيسان ونص تقريبا، ولا كما نقولوا عينكم ميزانكم. شوفوا ها الكاس دي درت، وانا درت زوز كيسان وشوية. المهم انتم جربوا ممسوحين على الكاس، ما يجيش بومبي. غربلت الفارينة تاعي وخدمت داكار، وخميرة الحلوة هذيك ما نهضروش عليها. طبعا انتم تزيدوا الفارينة بالعقل، انا هاني درت زوز كيسان عبرت مع جنب وقعدت نزيد غير بشوية ونشوف، لانه الحلوة تاعنا على حسب الحجم تاع البيضة البنات، لانه الحجم البيض هذاك عنده دور، لكانت كبيرة راح تاكلك الفارينة اكثر، ولا كانت الحجمة تاع البيضة صغيرة راح تاكلك الفارينة اقل. اذا كونوا حذرين. اذا القصة تاعنا هذه اللي حكيناها مع بعض هي قصة عبرة، صح؟ في هذا الدنيا نتلاقاو بالناس الطيبة والناس اللي ماهيش طيبة، لنيتها سليمة ولنيتها وحشة كما يقولوا المصريين، لكن احنا ديما نستنجدوا بربي سبحانه، نقولوا ديما ربي لاقينا بالناس الطيبة ولاقيهم بينا، وبعد علينا الناس اللي نيتها سيئة بعدهم علينا وبعدنا عليهم. هذا هو الدعاء اللي نقوله لكم انا دائما في حياتي، هذه مديتها قاعده دائما، هذا الدعاء عندي، ربي نلاقيني بالناس اللي زيي مليحه ولا اللي احسن مني ولاقيهم بيا. الدنيا هذه راهي كلها تجارب، والدنيا هذه ما كانش وعد، ما جاتش ضربه وما كان جاتش يعني ابتلاء في الدنيا هذه، كنا نبتلى في الصحه في الاولاد في المال، يعني حتى في العائله تاعك يعني يحسدوك على ضحك على بسم على، يعني الله غالب. الانسان يخلق بالطيبه يعني بالفطره، احنا ربي سبحانه خلقنا طيبين، فهمتي؟ الانسان هو اللي يربي نفسه، يربيها على الخير ويربيها على الشر. ربيتي على الخير تكمل هكذاك، حتى لو كنت يعني تغضب على انسان ياذيك ولا يضرك، بس غير يجي يضحك معاك يتبسم معاك ولا حتى يطلب منك سمح، لانه في الوقت هذا ما كانش اللي عاد درك يطلب حتى السماح، غير يجي يحكي معك ترمي هذاك الشيء كل وراك، صدقوني. اما الانسان يقعد انغواسي وخايف وما نديرش الخير وكتاه، ربي سبحانه خلقنا في الدنيا هذه باه نعملوا الخير وباش نكفوا السيئات نتاعنا، باه بالخير هذاك، فهمتوا؟ هاي لاباط تاعنا لازم تكتو شويه طرية البنات، فهمتوا؟ ما تشيحوهاش باش يجينا الكاطو تاعنا خفيف وما يجيش يابس، اوكي؟ الله يبارك لك تاع كونتيتي، مليح تاع قهوة عشية، مليح ديروها المناسبة هكا تشربوا بها القهوة، يعني حاجة باهية ويقطع لكم بزاف، وغير الزيت. طبعا الناس يعني ما عندهاش الله غالب ظروفها، طبعا راح جاي لي سيغ با تاع البيام، راح جاي لي سيغ با تاع الباك، ان شاء الله ربي يفرح وليداتنا كامل وربي يفرح كل مؤمن ان شاء الله في هذه الدنيا. تقدروا ديروا تاني في يعني قهوة تاع انفاس، يعني كاين عن الله يبارك حفلات وامور يعني في العادات نتاعنا.
ندير نوصيكم برك شويه نتاع زيت ما تكثروش باش ما تقعدش العجينه تهرب لكم في يديكم، باه ما تلصقش فقط، وبرموه هكذا كيما تحبوا، ديروا حبه كبيره حبه ما يعني صغيره، وكل ما صغرتوا راح تجي كونتيتي اكثر. الكونفيتير تحتاجوا تقريبا انا كانت عندي نص اون بات ديمي بات نتاع كونفيتير تاع مشماش نتاع تاع عرطل. مظهر ديروا كونتيتي واحد نص كاس هكذاك، المهم باش يولي لكم ان سيرو دوك تشوفوه معايا باش نشربوا فيه الحلوى تاعنا. وما تنسوش درنا بابي كويسون، والفرن نشعلته على 170 درجه 170 لانه فيه نشاو خفيف، اتونسيون باش ما يتحمر لكمش. نديروا لي تخو بصبعنا هكا نشمخوا بشويه تاع الزيت، ولا نديروا بان ستيلو ولا بحاجه، المهم ديروا الثقبه هذيك وخلاص، حاجه لا فيها لا طابع لا والو. ما هاكم شفتو نكملوا الحلوة تاعنا كيما هكذا ونحطوها في الفرن الطيب ان شاء الله على 170 في الرف الوسط. طبعا ما نشعلو لهاش من الفوق لانه وحدها راح تحمر بالسخانة هذيك تاع الفرن، غير تخرج نخليها تبرد امهم واحد 5 دقائق ولا ماشي بزاف، ونبدا نحطها في السيرو نتاع المشماش اللي درتو. انواع كوكو كميه تانية لبس بها، وفي لاباتك شفتوا حطينا 2 مغارف نتاع اكل نتاع انواع كوكو، وحطينا ليك سخي كذلك، تجي طحمه وتجي هشاشه من الداخل كروستيون. واش نقول لكم حلوه هايله، هذه الحلوه راح ديروا بها حاله هذه الصيفه، تقدروا ديرها ان كادو تديها للناس لحبابك يعني تعاونوهم، خاصه لكانوا مساكن ما عندهمش يعني زواوله تصد في يعني تحن فيهم الصداقه الصح. وصفة ما تخيرش يعني نقول لكم الصح، باهية باهية على الاخر. شوفوا القوام نتاع نتاع السيرو تاعي، عطال الكاتو تاعي بنه هايله نتاع المشمش راكم تعرفوا. ونبدا نحط في الكاتو تاعي نشمخ بيان ونفوتو في نوات كوكو، وتكون هكذا يعني هذه المرحله الاولى كملت. من بعد لتخو هذاك نحاول عمرو بالمربى نتاع المشماش يكون شد روحو مشي هذا، لانه خليت كميه واحده اخرى راح نديرها نزين بها الحلوى تاعي. هنا هوليكم الحلوى تاعي بعد ما كملتها عملتها بالمربى، حقيقه انا عطيت لبنتي كملت وغلبت ما نكذبش عليكم، ما عادش نجم يعني نطول بزاف مش كيما بكري والله الصحه، يعني على يقولك الصحه صحه يا عدوة مولاها. المهم حلوى هايله جربوها وردوا لي في الخبر. هذه قصة تاعنا تاع نهار اليوم البنات، واش رايكم انتم في هذا الشيء؟ هل انتم مررتم على مواقف في حياتكم يعني خلتكم احيانا تقولوا صايم عادش ندير الخير في حتى واحد؟ خلوا لي تعليقاتكم على هذه القصة، وهل هذا الاب عنده حق انه امر ولده باش مبقاش يدير الخير في الناس بتاتا ولا لا؟ ما بقى لي نقولكم غير تهلوا في روحكم الى فيديو اخر الاعزاز، راح نتوحشكم اكيد، دمتم في رعاية الله وحفظه، سلام.